زواج لين محمد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح تكون مع نارين بيوتي، حيث حكت نارين بيوتي انه كريستيانو رونالدو صار زميلها في العمل بعد ما فتح قناة على اليوتيوب. ومتحمسة نارين لا تعمل فيديو مع كريستيانو ويكون تحدي مع جورجينا. وكان في سؤال لنارين، ونارين عم تتوقع انه صاحبة السؤال هي جورجينا، حيث اسمها كان مثل اسم كريستيانو. نمر ايضا الى ليليان ومصطفى ولين محمد اللي تفاعلوا مؤخرا بستوري كانوا عم يحكوا عن زواج لين محمد. وحكت ليليان اخت لانا ولين محمد الكبيرة انه هي بدها تختار للين محمد زوج يكون حنون. وعلقت ليليان انه اختها لين قلبها كتير طيب وحنونة وبدها زوج يكون مثلها. ويذكر انه لانا كشفت انه هن بلشوا بتجهيزات الخطوبة. عم يتوقع الجمهور انه لانا ولين عم يجهزوا حالهم لخطوبة نور ستارز وكريم الشريف، وايضا لخطوبة أسامة مروة.